بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الشريف نبدأ في هذا الدرس في أصول ستة ذكرها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه هي عادة الشيخ رحمه الله في تأصيل مسائل التوحيد والعقيدة، وهي من أهم المهمات، وهي الفاصل بين الجنة والنار للمسلم. فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن وقع في الشرك دخل النار. ولذلك حرص رحمه الله، وخاصة أنه في زمانه قد انتشر الشرك، فكانت مؤلفات الشيخ رحمه الله متعلقة بقضية مهمة وهي مسألة التوحيد، وأيضاً التحذير من الشرك لما وقع به الناس في ذاك الزمان من الشرك، وكذلك من الجهل الذي ضغ على ذلك الزمن. ولذلك نجد أن مؤلفات الشيخ رحمه الله مثل كتاب الأصول الثلاثة، الأصول الستة، كذلك القواعد الأربع، جميعها تؤصل طالب العلم وكذلك عامة الناس على هذا الأمر المهم. لماذا أهمية التوحيد؟ لأنه مهما يعمل المسلم من عبادات، من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من أعمال البر وهو مشرك بالله، فإن عمله حابط. سبحان الله، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يذبح لغير الله، نقول هذا قد كفر بذبحه لغير الله. ما هو الدليل على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى حذر نبيه عليه الصلاة والسلام من الشرك، وأخبره بأن كل ما يعمل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حابط إذا أشرك بالله. يقول الله تعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك، أي يا محمد، وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه للنبي عليه الصلاة والسلام وللرسل لو أنهم أشركوا. وكذلك أيضا قال تعالى في حال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك على المسلم أن يعتني عناية كبيرة بأمر التوحيد وبأمر العقيدة، وخاصة في هذا الزمن ومع انتشار تلك الوسائل التي أصبحت تبث للناس البدع والشبهات وغيرها عبر الرسائل وعبر أيضا وسائل التواصل المتعددة، فأصبحت الشبه تصل في الثوانية عدد كبير منها، إضافة إلى ما يقوم به أعداء هذه العقيدة وأعداء هذا الدين أيضاً من نشر هذه الشبه بين المسلمين. ولعلي أبدأ قبل نبدأ هذا الدرس بمثال في أحد الدول بعدما حصل الاستعمار الفرنسي في تلك الدولة. وكان قبل الاستعمار كان الناس يحصل عندهم من البدع ومن الشرك الظاهر، فلما جاء الاستعمار توقف الناس عن هذه البدع، فلما توقفت هذه البدع رجع الناس إلى السنة، ولكن رجوع الناس للسنة يغيظ الأعداء، وهو أكبر سلاح على العدو، وهو تحقيق التوحيد والعقيدة. فلما نظروا وجدوا الناس قد رجعوا للكتاب والسنة، فماذا عملوا؟ ذهبوا لأولئك
الذين يقيمون تلك الحفلات والبدع في تلك الدولة، فطلبوا منهم إقامة تلك الموالد وغيرها، فقالوا الآن لا يوجد عندنا دخل حتى نستطيع أن نقيم مثل هذه الموالد وغيرها من الاحتفالات، فما كان من الاستعمار إلا أن دعموا أولئك من أجل أن يقيموا هذه البدع ويرجعوا الناس إلى البدعة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الناس إذا انشغلوا في البدع فإنهم سوف ينصرفون عن دينهم، وهم يعلمون ذلك. ولذلك نجد أن الأعداء في هذا الزمن أعداء الدين وأعداء الملة، وأيضا من المسلمين أيضا ممن وقع في البدع ووقع في الشرك، ومنهم الجاهل ومنهم العالم. فلذلك كان لزاما علينا أن نحرص كل الحرص على أن نتعلم التوحيد، وأيضا نعلم أولادنا هذا الأمر المهم وهو متعلق أيضا بالتوحيد والعقيدة. فهذا الدرس هو عبارة عن أصول ستة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب متعلقة بأمور العقيدة، وهي مسائل بسيطة يحفظها الجميع، ولكن أراد الشيخ أن يضعها في أصول من أجل أن يسهل على الناس حفظ هذه الأصول الستة، وأيضا تكون حماية لهم من الوقوع في الشرك وأيضا في البدع، وأيضا ما يترتب عليها من فتن بسبب تركهم لهذه العقيدة ولهذا التوحيد. وسوف نستعرض هذه المسائل الستة إن شاء الله في هذا المجلس والمجلس القادم إن شاء الله في الغد، وسوف يعلم من يحضر هذا الدرس أهمية هذه الأصول الستة. فلعلنا نبدأ إن شاء الله هذا الدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم، الشيخ وضع هذه المقدمة فذكر رحمه الله في هذه الرسالة المباركة المختصرة هذه الأصول الستة، وهذه الأصول جاءت بها أو أخذها المؤلف من الكتاب ومن السنة، وهذه المسائل واضحة للناس جميعا. فبدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، والبسملة جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم ما بين مصحح له وما بين محسن، ولكن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه هذا الحديث حسن لغيره. فعلى المسلم إذا بدأ بأمر أن يبدأ ببسم الله. ولعلي أذكر أيضا فائدة متعلقة بالبسملة، أحد العلماء قبل 120 سنة قام بتفسير القرآن الكريم ولم يستخدم ولا حرف منقوط، يريد الإعجاز أو التعجيز أو وضع له بحيث أنه يقوم بتفسير القرآن ولا يستخدم أي حرف منقوط، استخدم فقط 13 حرفا. فبدأ في كتابه بدل البسملة قال: اسم الله العلام أول الكلام، بحيث لا يكون فيها حرف منقوط، يعني يستبعد الباء
ويستبعد كل حرف منقوط، فبدأ باسم الله، قال اسم الله العلام أول الكلام، ثم بدأ يشرح ويفسر القرآن ولم يستخدم أي حرف منقوط في تفسيره، هذا قبل 120 سنة. طيب طبعا هذا التفسير مستغرب، ولذلك الشيء المستغرب يلتفت إليه الناس، ولكنه أصبح أبتر وقطع دابر هذا الكتاب. وهذا الكتاب من نوادر الكتب، وربما لا يوجد، مع أن فيه نوع من البلاغة وفيه نوع أيضا من العبارات التي فيها نوع من التحدي، ومع ذلك صار هذا الكتاب أبتر، وهو من علماء الشام. المقصود أن المسلم يحرص على البداية في كل أمر من أمور حياته، سواء في أكله وفي معيشته أو في كتابته أو في غيره، يبدأ بالبسملة، ولذلك بدأ المؤلف بالبسملة في هذا الكتاب. طبعا ذهب أكثر فقهاء على أن البسملة مشروعة ومستحبة في جميع الأمور، خاصة في الكتابات. يقول المؤلف: الأصول الستة، الأصل هو الأصول هي جمع أصل، والأصل هو الأساس والشيء في الأمر، ولذلك جاء في قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالمقصود بالأصول هي الأمور التي يؤسس المسلم عقيدته عليها، فهي أصول ستة مهمة ذكرها المؤلف، والمراد بمعناها أنها من الأمور المهمة في أمور الدين. والمؤلف هنا حصر على ستة أصول. هل هذه الستة فقط هي المحصورة في أصول الدين أم لا؟ لا، لكنه وضع هذه الأصول لأن هذه الأصول متعلق بعضها ببعض ويكمل بعضها بعض، وسنرى ذلك أثناء الشرح. وهذه الطريقة عندما يقول المؤلف الأصول الستة، قال ستة، لماذا قال ستة؟ أيضا هذا نوع من التعليم، وهذا هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الأرقام من أجل أن يتنبه الناس لها، ويعرف أيضا العدد، وجود العدد. عندما تقول أصول ستة فتعد ثلاثة، تعلم أنه بقي ثلاثة، فيستطيع القارئ ويستطيع أيضا من يحفظ هذه الأصول أن يعرف النقص الذي عنده. عندما يذكر خمسة فمعناه بقي السادس، وهكذا. وهذا كما كان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام عندما قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أيضا قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم. أيضا جاء في: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات عندما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي المحصورة هي في الكبائر، هناك كبائر أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عندما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر الشرك والسحر والقتل وكذلك الربا، وأيضا أكل مال اليتيم، وأيضا التولية ومزح، وكذلك أيضا قذف المحصنات. لكن هذه سبعة، لكن هل في غيرها؟ نعم، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الزنا، ولم يذكر عقوق الوالدين. فالمقصود في وضع مثل هذه الأرقام تسهل على المسلم حفظ هذه الأشياء، ونجد في الغالب أن هذه الأمور دائما متعلق بعضها ببعض. ثم قال المؤلف: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. الشيء العجيب هو الأمر المستغرب. يقول: من أعجب العجاب، يعني يقول من أغرب الأمور، الشيء المستغرب. يقول أن هذا أمر يستغرب على المسلم أن يغفل عن هذا الأمر المهم، وهو الأمر المتعلق بالعقيدة. ولذلك أيضا الأمر المستغرب مثل ما جاء في قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون من ذلك، يستغربون. وقد يكون أيضا التعجب في أمر أيضا مستحسن، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وهذا يأتي أي أحيانا في كثير من الأمور، مثلا في عندما قال الله سبحانه وتعالى البشارة، في العادة تكون للأمر
الذي يبشر فيه وهو الخبر السعيد، ولكن جاء أيضا في مقابل ذلك عندما قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشرهم بما يسوءهم. فالمقصود البشارة ربما تكون في الخير وتكون في الشر. كذلك الإنسان عندما يتعجب يتعجب أيضا من أمر من هذه الأمور المستغربة، وأيضا من أمر يعني يكون فيه مستحسن. ثم ذكر رحمه الله وأكبر الآيات. الآيات هي جمع آية، والآية هي إما أن تكون من كتاب الله وهي الآيات التي نتلوها في كتابه، وإما أن تكون من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. المقصود في ذلك أن الآيات تكون إما مقروءة وتكون من الآيات مثل آياته الليل والنهار والشمس والقمر وغيرها من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يقول: ستة أصول بيّنها. من الذي بيّنها؟ أي بيّنها الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل أن الشيخ لم يأتي بكلام من عنده، وهذا عادة الشيخ سواء في تأليف كتبه، سواء في كتاب الأصول الثلاثة أو هذه الأصول الستة أو في القواعد الأربع أو كذلك أيضا في كتاب التوحيد وغيرها من كتبه، دائما تجدها مليئة بالنصوص من الكتاب ومن السنة. ولذلك من القصص التي ذكرت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما كان عالم من علماء الهند، كان يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كل درس من دروسه. فجاءه رجل من أهل نجد فسمعه يتكلم على الشيخ ويدعو على الشيخ بعد نهاية كل درس، فقد وصل لهذا الشيخ الأخبار التي تحذر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما عندهم من تكفير المسلمين وتكفير الأولياء وغيرها من الشبه التي كانت تروج في آنذاك. المقصود أن هذا الرجل كان يسب الشيخ، فالمقصود أنه قام هذا الرجل فأخذ كتاب من كتاب من كتب الشيخ محمد الوهاب وأزال الغلاف وأزال اسم الشيخ من هذا الكتاب، ثم ذهب إلى الشيخ وقال: هذا كتاب وجدته وأريد رأيك فيه، لأني لم أعرف هذا المؤلف، ولكن هل هذا الكتاب يصلح للقراءة والاستفادة منه؟ فأخذه ثم رجع له من الغد فقال: هذا الكتاب من أفضل الكتب، هذا مليء بنصوص الكتاب ونصوص السنة، وهو من الكتب المفيدة. فقال: من يعني أين وجدت هذا الكتاب؟ من الذي استطاع أن يجمع مثل هذه النصوص؟ المقصود أيها الإخوة هنا فائدة مهمة، أن ليس كل من عنده جمع أن يكون هذا الجمع مفيد، ولكن عندما يجمع هذه النصوص من الكتاب ومن السنة ويوظفها أيضا لمسألة معينة، هذا أيضا من قدرة الشيخ أيضا في إيصال الرسالة وإيصال البيان للناس. فأخبرهم بعد ذلك قال: هذا الكتاب هو للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الذي كنت تدعو عليه في كل درس، فهذا هو الشيخ رحمه الله. فطلب أيضا هذا الشيخ الكتب الشيخ بقية كتبه، فلما تبين له حال الشيخ أصبح يدعو للشيخ. المقصود أن الشيخ لا يأتي في الغالب بشيء من عنده، إنما هي نصوص من الكتاب والسنة. يقول: ستة أصول بينها، أي بينها الله سبحانه وتعالى. ثم قال: غلط فيها، أي هذه النصوص وهذه الأصول الستة، أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذا أيها الإخوة عندما يقول الشيخ أن هذه الأصول غلط فيها أذكياء العالم، دليل على أن ذكاء أو ذكاء الإنسان لا علاقة له بهدايته، فربما يكون من أذكى الناس ولكنه للأسف يعبد الصنم ويعبد البقرة ويعبد أيضا الأحجار ويلتجئ إلى هذه الأحجار وغيرها، ومعه مع ذلك تجده مبدع في أمور المتعلقة بأمور الدنيا، إما من تخصصات متعددة تجده في الفيزياء في الكيمياء في الهندسة في غيرها وأيضا في الطب، ومع ذلك تجده يقول إن الله ثالث ثلاثة، تجده يسجد للصنم، تجده يعبد البقرة، وهو من أذكياء العالم. فالشيخ عندما يقول هذا يقول غلط فيها أذكياء العالم، يدل على أن الذكاء لا يكفي، إنما يجب أن يكون أيضا هناك هداية
وسوف نذكر ما يتعلق بالهداية إن شاء الله في هذا الفصل وفي هذا الباب. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر هذا الباب والمتعلق بالذكاء والهداية قال عندما تكلم عن علماء الكلام، علماء الكلام عندهم قدرة وعندهم ذكاء، ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني أعطوا من الذكاء ولم يؤتوا زكاء، لا بركة في ما أعطاهم الله من هذا الذكاء ومن هذا العلم. وفيه دليل على أن سنة الله عز وجل في خلقه وهي أن أكثر الناس في ضلال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله إلا أقل القليل، هذا يدل عليه ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويدل أيضا في كلامه رحمه الله وقليل من عبادي الشكور. قرر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة هذه الأصول الستة المهمة. ما هي هذه الأصول الستة؟ هذه الأصول، الأصل الأول إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، الثاني أمر الله سبحانه وتعالى للأمة بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرقة والتفرق، الأصل الثالث السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، والأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه أنه بيّن من هم الأولياء ومن هم أيضا أولئك الذين خالفوا السنة وخالفوا الكتاب، وبيّنهم بيانا واضحا بينا، وبيّن المتشبهين بأهل العلم وبالأولياء، وبيّن الأعداء وبيّن المنافقين. الأصل السادس رد شبهة وهي متعلقة بأن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق فقط. وهنا بدأ الرسالة رحمه الله وهو يذكر هذه ويريد أن يبين هذه الأصول الستة، بدأ بالتعجب من وضوح هذه الأصول الستة، هذه من الأمور الواضحة البينة للناس، ولكن تعجب كيف ضل الناس عن هذه الأصول الستة وخالفوها. وهنا الشيخ أشار رحمه الله تعالى إلى أنه هذه المسائل قد غلط فيها الكثير من أذكياء العالم كما ذكرنا، ولا يلزم أيضا من أن يكون الرجل ذكيا أن يكون من أهل الإيمان، فكم من إنسان يشار إليه أنه من أذكياء العالم ومع ذلك تجده بليدا في أمر التوحيد وفي أمر العقيدة. لذلك كان من الضروري ذكر مراتب أيضا الهداية في هذا الباب. الهداية بعض أهل العلم ذكر هدايتان، والبعض ذكر أربع هدايات، والمذكور في القرآن أربعة. أولا هداية عامة للناس كافة وللبشر وللخلق سواء من البشر أو سواء من الحيوانات وغيرها، هذه هداية عامة. الهداية الثانية هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتعليم، والثالثة هي هداية التوفيق والمعونة، والرابعة هي الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. المرتبة الأولى وهي الهداية العامة، ما هي الهداية العامة؟ هي الهداية لجميع الكائنات، جميع الكائنات، هذه هداية وضعها الله سبحانه وتعالى على كل نفس على ما يصلح لها سواء من البشر أو من الحيوانات أو من الحشرات أو غيرها، جعل الله لها هداية. ولذلك جاء في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي خلق فسوى، هنا هي الهداية العامة، خلق الله سبحانه وتعالى فسوى، خلق فسوى، والتسوية والتقدير والهداية كلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فجعل التسوية من تمام ماذا؟ من تمام الخلق، خلق فسوى، وجعل الهداية من تمام التقدير، قدر
فهدأ، فهذه من تمامها، وبذلك تكون التسوية والهداية هي مكملة ومتعلقة بالخلق وبالتقدير. ولذلك قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وأيضا جاء في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن الخلق والتسوية يشمل الإنسان ويشمل غير الإنسان، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: ونفس وما سواها. إذن الإنسان والحيوان والطير والدواب الله سبحانه وتعالى خلقها، خلق منها الذكر وخلق منها الأنثى، فسبحان من هيأ الذكر للحيوانات وهيأه للأنثى. كذلك الحشرات، من يطلع إلى هذا العالم هو عالم والحشرات يجد كيف هذه الهداية العامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الحيوانات. حتى في الحيوانات التي أحيانا تباشر البشر يراها أيضا واضحة الهداية لها، وهذه هداية تسمى هداية عامة. وأنواع الهداية كثيرة لا حصر لها، وهي الهداية العامة كما قال تعالى في كتابه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه هداية، هو الذي هداها الله سبحانه وتعالى وهدى النحل إلى ذلك. كذلك أيضا النملة، عندما قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الهداية ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فهذه هداية عامة، وهي يعني نقول أن هذه الهداية هي هداية فطرية. وكما ذكرنا في قول تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المرتبة الثانية هي الهداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان. هذا النوع هو وظيفة من؟ هذا وظيفة الرسل، هم عليهم هداية الدلالة والبيان، ولذلك أرسل الرسل من أجل ذلك. وقال الله تعالى في حق نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية متعلقة بماذا؟ بالبيان، عندما يبين للناس فإنه يرشدهم ويبين لهم الحق، فهذه هي هداية الدلالة وهداية البيان. كما أن هذا النوع من الهداية أخص من التي قبلها، التي قبلها هداية عامة، هذه هداية خاصة وهي خاصة بالرسل، وكذلك من يقوم مقام الرسل من البيان. ولذلك قال الله تعالى في ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى متعلق بهذه الهداية، أن الله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد البيان. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا دليل على أن الخلق لا يعذبون حتى تصلهم ماذا؟ الرسالة. ولذلك أيضا جاء في قوله تعالى أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم قال أيضا تعالى في آية أخرى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمة. أيضا جاء في الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث وما في معناه أنه لا يوجد من هو أحب من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق من أجل الإعذار للناس. والله سبحانه وتعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين، فجعل هذا الأمر هو المتعلق في ماذا؟ فيما يعذب الله سبحانه وتعالى به العبادة. ولذلك قال الله تعالى أيضا فيما يتعلق بالهداية: ربما تصلهم الرسالة لكن لا يهتدون. تصل الرسالة إلى الناس، تصل هذه الرسالة الهداية الخاصة وهداية الدلالة والبيان للناس تصل، لكنه لا يهتدي. وهذا يدل عليه أيضا ما جاء في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. ماذا معنى هديناهم؟ أي بينا لهم، هذه هداية البيان والدلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن فهديناهم أي بين الله سبحانه وتعالى الطريق الصحيح، ولكنهم أبوا فكان العقاب لهم. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل البيان للناس ومن أجل هدايتهم وإرشادهم إلى الحق،
وهذه هي الهداية التي بيناها. هناك أيضا الهداية الثالثة وهو النوع الثالث، هي الهداية التوفيق والإلهام والمعونة، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، فهي هداية خاصة تأتي بعد هداية البيان، عندما يصل البيان تجد أيضا هذه الهداية وهي خاصة. ولذلك يقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فلا تكون هذه الهداية لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، إنما هي خاصة بالله. هذه الهداية هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ماذا؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النوع من الهداية هو الذي نفاه الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه الهداية وهي هداية التوفيق وهداية الإلهام، نفاها الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: إنك أي يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وذلك قال أيضا في آية أخرى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. المرتبة الرابعة، وهذه المرتبة هي متعلقة بالهداية إلى الجنة وإلى النار، وهي الرابعة. كيف هذه؟ وهي آخر مراتب الهداية. هذه الهداية تكون يوم القيامة عندما يذهب الناس لطريق الجنة أو إلى طريق النار، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب لأناس قد وجبت لهم النار يكتب لهم الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه أي الهداية إلى الجنة. فمن هدي في هذه الدار الدنيا هدي يوم القيامة إلى الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إذن هذه الهداية ويدخلهم الجنة عرفا لهم. فهذه الهداية هي الرابعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم، أيضا الشيخ الآن بدأ بالأصل الأول من هذه الأصول الستة، فقال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. بدأ بهذا الأصل العظيم، وهذا الأصل هو التوحيد، وهو أول أمر في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر بالعبادة، هل تكفي العبادة؟ لا، لا تكفي العبادة، لابد أن تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم أيضا جاء في قوله تعالى في آيات أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، آيات كثيرة كلها تدل وتأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وماذا؟ والإخلاص والتحذير من الشرك وما يقابل ذلك. ومعنى الإخلاص في الدين هو التخلص من الشرك، وأن يقصد العبد في جميع أموره وفي جميع عباداته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن الإخلاص
شرط في العبادة، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرجو لقاء ربه ماذا؟ من كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا. ثم قال بس فقط؟ لا، ولا يشرك بعبادة ربها أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبذلك يكون مخلصا لله تعالى في ظاهره وفي باطنه، إذا أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. جميع هذه العبادات، إذن الصلاة عبادة، النسك عبادة، ومحياي أي كل ما أقوم به من عبادات لله سبحانه وتعالى، ومماتي كلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المقصود بالإخلاص كما ذكرنا هو التوحيد، والتوحيد يشمل على ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية أو الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا المقصود، وعدم الإشراك به. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك بيانا واضحا يعرفه عامة الناس وأبلد الناس يفهمه. ماذا قال الله تعالى؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أليست واضحة؟ أليست يفهمها كل من يسمع هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أيضا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا قال؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا بيان واضح. ولذلك الشيخ في هذه الرسالة يؤكد أكثر من مرة هذا الأمر، وهو أن هذه الآيات يفهمها حتى البليد من الناس، فهي واضحة. وهذا هو التوحيد الأول، وهو توحيد الألوهية أو الإلهية. التوحيد الثاني هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بأن يعتقد المرء بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. كل هذه الأشياء يجب أن يعتقد بها المسلم ويعتقد بها، وهي متعلقة أيضا بأمر التوحيد. لكن أهل زمان الشرك وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومشركي قريش كانوا يعتقدون بذلك، كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية، يعلمون بأن الله هو الخالق وهو الرازق والمحيي والمميت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولئن سألتهم، إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض، ماذا يقولون؟ يقولون الله. فهم يعرفون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، لكنهم يوجهون، إذا جاءت العبادة وجهوها لله، لمن؟ وجهوها لغير الله سبحانه وتعالى. التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن يعتقد المسلم أن لله أسماء وله صفات. ولذلك قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ماذا؟ فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك طريق أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات هو أن يثبتوها كما أثبتها الله، بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبعظمته، أي أنهم يعتقدون بمعناها، ولكنهم لا يتكلفون في معرفة كيفيتها. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، أو قال غير معقول، وقال: والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي لا يسأل عن ذلك. ولذلك نسلم بما يتعلق بأسماء الله وبصفاته. المسألة الثانية في ذلك، الشيخ يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، أي ما يتعلق بأمر التوحيد. يقول: جميع القرآن من أوله إلى آخره، كل القرآن يقول في بيان هذا الأصل المهم، وبيّن رحمه الله قال: وبيانه من وجوه شتى. إذن إذا كان المسلم يقرأ القرآن فحري به أن يتأصل عنده أمر التوحيد وأمر العقيدة. فقال: وكون أكثر
أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أي أن القرآن كله متعلق بهذا الأصل. كيف؟ إذا نظرنا إلى القرآن أولاً نجد إما أن يكون القرآن إخبار عن أهل التوحيد، يخبر عن أهل التوحيد وما حصل لهم وعن صفاتهم وأيضاً ما أعد الله لهم في الجنة، أليس كذلك؟ هذا أول أمر. الأمر الثاني يبين حال أهل الشرك وهم يضاد التوحيد، ويبين الصفات المتعلقة بهم وهم أهل الشرك، ويبين ما أعد الله لهم أيضا في النار، هذا أيضا في القرآن. الأمر الثالث أن يكون أحكاما عامة في بيان الحلال والحرام، وهذا أيضا من تمام التوحيد وكماله، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع، وهو متعلق أيضا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأمر الرابع أو أن يكون في القرآن بيان للتوحيد، بيان للتوحيد، وهذا البيان يكون متنوع لأمر التوحيد في آيات متعلقة. ولذلك لما ذكرنا هذه الأمور الأربعة وجدنا أن القرآن لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة، فمعنى ذلك كما قال الشيخ رحمه الله أن القرآن يبين التوحيد من أوله إلى آخره. ولذلك يسأل بعض الناس وقد ذكرناها، يقول والأحكام، أحكام الصلاة والعبادة، الزكاة والحج وغيره، نقول هذه متعلقة أيضا بالأصل الأول فيما يتعلق بالتوحيد، لأن التوحيد متعلق وهو أمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمتعلقة بذلك هو ما يتعلق باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المفسرة لما جاء في السنة. ولذلك نقول أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أصل في ذلك. ولذلك نقول كيف يعرف المسلم عدد الصلوات، وكيف يعرف طريقة الصلاة، وكيف يعرف أداء الزكاة، وكيف يعرف الحج، كل ذلك لا يمكن أن يعرفه المسلم إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق السنة وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهو تحقيق للتوحيد. وأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن يشرك بالله، أيضا هذا وصف لله سبحانه وتعالى عن حال المشرك، يقول ومن يشرك بالله، يقول فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك لعلكم ترجعون إلى أيضا كلام ابن القيم في هذا الباب، وذكر كلاما جميلا فيما يتعلق في بيان أن القرآن من أوله إلى آخره كله متعلق بأمر التوحيد. ولذلك ذكر كلام طويل في هذا الباب، ولكن ذكر أيضا آيات نحن نتلوها في كل صلاة وهي الفاتحة، فقال رحمه الله فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، ثم قال فالحمد لله، أي الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم، هذا توحيد متضمن ماذا؟ السؤال من الله بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وهو طلب الهداية إلى الطريق المستقيم وهو طريق التوحيد. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المقصود الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، هذا كلام ابن القيم، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. المؤلف يقول هذا البيان من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أي من كثرة هذا البيان الذي جاء في القرآن وبينته أيضا السنة، أن هذا الأصل يفهمه أبلد الناس، وأيضا تكرر كثيرا في القرآن، ثم صار على أكثر الأمة ما صار. يقول للأسف مع هذا البيان الواضح البين وأنه يفهمه أبلد الناس، ولكن قال
ثم صار على أكثر الأمة ما صار. ماذا صار؟ هو الوقوع في الشرك. مع هذا البيان الواضح، ومع هذه الأدلة، ومع إرسال الرسل، ومع هذا البيان الواضح سواء من الآيات، ومع ذلك وقع الناس في الشرك. المسألة الثانية، قال كيف وقعوا؟ قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص في ماذا؟ في صورة ماذا؟ فيها تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. فهذا الأمر من حيل الشيطان ومكره، فالشيطان يزين هذا الأمر أنهم يظهرون الشرك بمظهر محبة ماذا؟ الصالحين. يعني هم الآن يعبدون من؟ ويلتجئون لمن؟ يلتجئون للصالحين، يعتقدون، يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والبعض الشبه في من يذهب إلى أصحاب القبور ويلتجئ إليهم ويدعو أصحاب القبور، يقولون نحن أقل من أن نتواصل مع الله مباشرة، ولذلك نجعل هذا الواسطة، هذا الولي بيننا وبين الله. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهؤلاء يتركون الآيات كما ذكر المؤلف، يتركون الآية الصريحة الواضحة، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني، يأمر بدعاء، ادعوني إيش؟ أستجب لكم. وهؤلاء يقولون لا، يتركون الآيات ثم يذهبون إلى كلام أولئك علماء الضلالة الذين يتكسبون بالدين من هؤلاء، فيقولون لا، اذهب إلى القبر فلان وادعو هذا الولي، فإنك لست على القدر الذي تدعو به لله سبحانه وتعالى مباشرة، فتجعل هذا الولي لأنه ولي لله. فهذا الأمر هو ما وقع فيه كثير من الناس، في أولئك الذين يلتجئون إلى أصحاب القبور أو يذبحون لصاحب القبر أو يدعونه ويطلبون منه المدد وغيره أيضا. ولذلك بين رحم الله في هذا الباب أن الشيطان أوقعهم في ذلك، فهذه لا شك أنها من حيل الشيطان ومكره. ولذلك نجد أن هذا المكر هو من، يقولون أن من يحذر الآن، إذا جئنا نحذر نقول لا، عليكم بماذا؟ بدعاء الله، إذا أردت أن تدعو ادعى الله، الله يقول كذا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ادعوا الله مباشرة. يقول لا، أن تريد إهانة ذلك الرجل الصالح، أنتم تريدون أن تتنقصوا الصالحين، وأنتم الآن قصرتم في حقوق أولئك الصالحين. سبحان الله، هل هذا تقصير؟ لكن هذا تلبيس الشيطان لهم. ولذلك يقول الشيخ أننا إذا أردنا أن ننصح لهم ونبين لهم الحق ونبين التوحيد، قالوا أنتم تريدون أن تتنقصوا من الصالحين، وأيضا قالوا أن الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا من فعله؟ أيضا فعله الشيطان لهم، زين لهم عبادة أولئك، عبادة أولئك ووقعوا في الشرك، وقد زينه الشيطان فقال هذه العبادة هي من محبة الصالحين. نقول نحن نحب الصالحين، يقولون، ومن محبة الصالحين أننا ندعوهم ونتقرب إليهم ونذبح لهم ونلجأ لهم إذا ضاقت الأمور. ولذلك سبحان الله نجد أن مشركي في الزمن السابق أفضل من مشركي هذا الزمن. لماذا؟ مشركي ذلك الزمان كان إذا اشتدت بهم الأمور يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إذا هم يشركون. إذا أصابتهم المصيبة ونزلت عليهم الأمور من الله سبحانه وتعالى لجأوا إلى الله. أما مشركي هذا الزمان إذا أصابتهم مصيبة يلتجئون لمن؟ يلتجئون إلى صاحب القبر، وهذه لا شك أنها مصيبة. كفار قريش كانوا يعرفون
أنهم في الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا هو الإخلاص. ولذلك المسلم ربما يقع في أمرين، أمر متعلق بالشرك الأكبر وأمر متعلق بالشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو ما بيناه، هو ما يقع من الناس مما يتعلق بالذبح لغير الله، العبادة، الدعاء وغيرها من العبادات، هذه كلها من الشرك الأكبر. إذا وقع فيها فإنه قد وقع في الشرك. أما الشرك الأصغر فهو متعلق بأمور متعلقة بكمال التوحيد، فلا يعتبر صاحب من يقع في الشرك الأصغر أنه خارجا عن ملة الدين، ولكنه يتعلق بكمال الدين. مثل أن يصلي شخص لله سبحانه، الصلاة لله سبحانه وتعالى، لكنه يطيل هذه الصلاة من أجل أن يراه فلان، ويقال أن فلان رجل خاشع في صلاته، أو رجل صلاته طويلة، أو هكذا من النوع، وغيرها من الرياء. وأيضا ما يتعلق أيضا بالحلف، مثلا يحلف بالنبي وبغيره، هذا كل هذا يتعلق بالشرك الأصغر، هذا لا يخرج من الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في الحديث، وبيّن عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالرياء، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ثلاث. ثم قال في هذا الحديث وهو حديث عظيم، قال: أول واحد يقضى عليه ماذا؟ رجل قاتل في سبيل الله، رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، ثم يؤتى به يوم القيامة فيسأله الرب سبحانه وتعالى، يقول: ما فعلت؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. الثاني رجل آتاه الله مال، فيسأله الله سبحانه وتعالى عن ماله يوم القيامة، فيقول: ماذا فعلت بهذا المال؟ فيقول: يا رب، ما وجدت بابا من أبواب النفقة إلا وأنفقت فيك، أي أنها لله. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. الثالث وهو متعلق بالعلم، ورجل تعلم العلم والقرآن وعلمه، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله عز وجل بالنعم عليه، فيقال له: يا فلان، لماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن؟ فيقول: يا رب، تعلمت هذا العلم فيك وقرأت القرآن فيك، وفي بعض الروايات تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وعلمته فيك، ويبين بأنه تعلمه من أجل الله. ثم يقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. هذا الحديث جميعه متعلق بماذا؟ بأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياتك. يجب أن تخلص العبادة، وأن تجاهد نفسك، وأن تكثر من الدعاء، تكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتنبه إلى هذا الأصل المهم، وهو ما يتعلق بأمر الإخلاص. نعم، الأصل الثاني. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني. ما علاقة الأصل الأول بالأصل الثاني؟ ما بقي إلا 10 دقائق على الأذان،
لعلنا نذكر بداية هذا الأصل ونكمل إن شاء الله في الغد. لكن نقول المسألة الأولى في هذا الأصل الثاني هو أمر الله بالاجتماع في الدين، ونهي وهو النهي عن التفرق في هذا الدين أيضا. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. إذن من الأصول الدالة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة على وجه الاستفاضة هو ما يتعلق بالاجتماع. الاجتماع بماذا؟ بالدين، وأيضا متعلق بالاختلاف أيضا في الدين. طيب، حذر سبحانه في آيات كثيرة كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى أيضا في آية أخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وأيضا جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك أهل الكتاب ماذا قبلكم أو ما كان منهم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم. إذن تكلم المؤلف على مسألة وهي متعلقة بالاجتماع على الدين وهو الاعتصام بهذا الدين. لكن ما هي علاقة هذا الاجتماع بالأصل الأول؟ نقول أن العلاقة أنه لا يمكن أن يكون الاجتماع إلا بالتوحيد. إذن لا تجتمع الأمة إلا بهذه العقيدة، لا اجتماع بدون التوحيد وبدون العقيدة، هذا هو الأصل. الاجتماع في الدين لا يمكن ولا يتحقق إلا بالاعتصام بالكتاب وبالسنة. وأيضا أمر ثالث وهو متعلق بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة، وهو أن يسير على طريقة ما كان عليه السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم من القرون. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الاجتماع لا يكون إلا على هذا الأصل وهو الأصل الأول. الاجتماع هنا ذكره المؤلف بالتدرج، بدأ بالأصل الأول وهو متعلق بالتوحيد والعقيدة وأكد عليه، ثم بيّن الأصل الثاني وهو الاجتماع، لأن الأمة لا يمكن أن تحقق التوحيد ولا ينتشر التوحيد إلا بالجماعة. لابد أن تكون هناك جماعة تحمل هذه العقيدة وتنشر هذا التوحيد وتبين للناس، ولذلك لا يكون إلا بالاجتماع، والاجتماع لا يكون إلا بالتوحيد وبالعقيدة. لذلك لو جئت، يقول ما لو جئت إلى شخص عامي بليد لا يفهم شيء وقلت له عن هذا الأصل وهو موضوع الاجتماع، لو أن الناس هل ما هو الأفضل، أن يجتمع الناس على التوحيد والعقيدة أو أن يكونوا كل متفرق كل له طريق كل له أصل، لقال هذا العامي: لا شك أن الاجتماع هو الأفضل، هذا يفهمه الجميع. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ الدعوة في قريش بدأها بالأمر الأول قبل أن يكون له جماعة، بدأ بالأمر الأول وهو تأصيل ما يتعلق بالتوحيد. فلما دخل الصحابة في الإسلام سواء من المهاجرين والأنصار أوجد الاجتماع وآخى بينهم، آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وقام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل وهو ما يتعلق بماذا؟ بالاجتماع. ثم سيأتي الأصل الثالث وهو متعلق بماذا؟ متعلق بولي الأمر، أنه لا يمكن أن يحصل اجتماع أيضا إلا بولي أمر، وولي الأمر يستلزم أن يكون وليا للأمر أن تسمع وتطيع لهذا الذي تولى عليك. إذن التوحيد واجتماع على التوحيد، ثم الاجتماع لابد أيضا أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى قائد، إلى إمام يقود هؤلاء، وهذا الأمر أيضا متعلق بما يتعلق بالسمع والطاعة. نرجع إلى هذا الأصل وهو المتعلق بالاجتماع. للأسف الآن نجد أن الكثير من الناس أن هذا الأصل هو أصل الاجتماع الذي ينادي به تلك الجماعات الآن التي خرجت عن الطريق الصحيح، تنادي بالاجتماع على الفرقة. فنجد أن المنهج عند بعض الجماعات يقول: نتعاون ونجتمع، يقول يعني في كلامهم يقولون: نتعاون فيما اتفقنا عليه، أي شيء اللي نتفق عليه نتعاون فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني إن اجتمعنا في أمر واحد نعرف أن الله هو الخالق والرازق والمحيي، خلاص نجتمع على هذا الأمر. طيب حنا نفترق، نقول أن العبادة موجهة لله، هم يقولون: لا،
العبادة تصرف لغير الله. يقولون نعذر بعضنا بعض، ما يخالف أنت يعني تعبد صنم، تعبد بقر، أنت تقول بأن الله ثلاثة، كلنا نجتمع على هذا. نقول لا يمكن الاجتماع على ذلك. الاجتماع لا يكون إلا على الكتاب وعلى السنة. هذه الجماعة هي من الجماعات الضالة التي ضلت، وهي تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، هذا تأصيل عندهم، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا يمكن، هذه عقيدة فاسدة. ولذلك نقول نحن نتعاون ونجتمع على ماذا؟ على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأيضا محاربة الشرك، وأن نتفق على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. وأيضا يجب، لا نقول يعذر بعضنا بعضا، بل يجب أن يناصح بعضنا بعضا إذا حصل الاختلاف، والتناصح يكون بالدليل، الدليل هو الأصل. لذلك إذا حصل الاختلاف يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا الرجوع إلى آراء الناس. وهذا جاء في حديث معاوية، وهو حديث عظيم، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق، وهذا يرد عليهم على فكرة، هذا الحديث يرد عليهم، يقول عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. وش يدل عليه؟ يدل أننا لا يمكن أن نجتمع على الباطل، لا يمكن أن نجتمع على الشرك، ولا يمكن أن نجتمع على البدعة المكفرة وغيرها من البدع، لا يمكن أن نجتمع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما كنت أنا وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ التوجيه أن نكون على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه. ماذا كانوا عليه؟ كانوا على أمر مهم، وهو متعلق بأمر التوحيد والعقيدة، وهو الذي جلس النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعو إلى التوحيد. لم تأتي أي فريضة من الفرائض الأخرى من العبادات سوى الصلاة في آخرها إلا ما يتعلق بهذا، يؤصل التوحيد في مكة 13 سنة، يؤكد على التوحيد والعقيدة. تخيلوا هذا أمر، هذه رسالة لنا جميعا. بعض الناس عندما يدعو شخص مشرك ولا تجده يدعوه مرة واحدة ثم تجده يتركه مباشرة، الرسول لم يترك أولئك 13 سنة يدعوهم، ولم يستجب له إلا القليل، ومع ذلك صبر حتى جاء الفتح من الله سبحانه وتعالى بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يصبر فيما يتعلق بأمر العقيدة، بالتوحيد، ببيانه للناس، وخاصة في الأماكن التي ينتشر فيها الشرك وتنتشر فيها البدع. فهذا هو دور المسلم، إذا أعطاه الله بصيرة وأعطاه شيء من العلم والبيان فعليه أن يبين ويحذر. وهذا أيضا هو داخل أيضا من باب النصح، ومن باب أيضا المحبة، ومن باب العطف. فأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، إذا الله سبحانه وتعالى هداك إلى التوحيد وإلى العقيدة فلا تكره أن يكون أيضا أولئك من أصحاب العقيدة ومن أصحاب التوحيد، وخاصة أن ما يقعون فيه هو أمر خطير وهو الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. المسألة الثانية قوله وذكر أنه أمر المسلمين، أي الله سبحانه وتعالى، بالاجتماع في الدين. الاجتماع بماذا يكون؟ بالدين. ونهاهم عن التفرقة بماذا؟ أيضا بالدين. وهذا بين واضح في جميع النصوص التي جاءت في الكتاب. يقول الله تعالى في ذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا قال الله؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أمر بقيام الدين وأن لا نتفرق في ذلك. وأمر الدين كما ذكرنا متعلق، وهو ما أرسلت من أجله الرسل. بماذا أرسلت الرسل؟ أرسلت من أجل التوحيد، ومن أجل العقيدة، ومن أجل أيضا تحذير تلك الأمم من الشرك وما وقعوا فيه. إذن الاجتماع وما أمر الله
الرسل بأن يجتمعوا، وما أمرهم به أن أقيموا الدين أي التوحيد والعقيدة والتحذير من الشرك، ولا تتفرقوا فيه أي في هذا العقيدة. إذن الاجتماع يكون على العقيدة، فهذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لرسله، وأيضا ما أمر به عبادة. فالواجب على الأمة إذا أرادت الاجتماع أن تجتمع على الوحيين، على الكتاب وعلى السنة، وأيضا ما أجمع عليه السلف الصالح، لأن ما أجمع عليه السلف الصالح هو لابد أن يكون معه الدليل، لأن السلف الصالح دائما يرجعون إلى الدين، والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. وحبل الله هو الشرع والدين. إذن المؤلف بيّن في هذا الأصل وما يتعلق بالاجتماع، وأيضا حذر من الافتراق، وبيّن أيضا في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأيضا في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الأصل، ثم قال المؤلف ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. مراد الشيخ في هذا الكلام أنه قد أصبح هذا الأمر على خلاف ما أمر الله به من الاجتماع، إذ أنهم يدعون إلى الافتراق، وهما بينا أيضا من تلك الجماعة التي تدعو إلى الافتراق ولكن يظنونه أنه اجتماع، لأنه ليس اجتماعا على الدين. وهذه الفرق وهذه المذاهب وهذه الأحزاب هي الموصلة إلى ما دعت إلى مخالفة ما جاءت به الرسل، هذه الجماعات التي تدعو إلى الفرقة وتأمر به، بل أن هذا الأمر قد توسع حتى فيما يتعلق بفروع الدين. هناك مسائل إذن اختلاف في أصول الدين وهذه لا يمكن أن نجتمع عليها، لكن هناك أيضا باب آخر ومتعلق أيضا بفروع الدين، وهذه مسألة مهمة أيضا يجب التنبؤ إليها. لذلك نحن قبل أن نذكر هذه المسألة يجب أن نعلم بأن ما يتعلق بأمور الدين أنها متعلقة أولا بما يتعلق بتحقيق التوحيد وبتحقيق بأنه لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو متعلق بماذا؟ بشهادة أن محمد رسول الله، بأن محمد رسول الله. وتحقيق هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله متعلقة بأربعة أمور. أولا بطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وبتصديقه بما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا المعنى الواضح الذي ذكره بما يتعلق الاجتماع قد صار أصبح غريبا في هذا الزمن، أي في زمان الشيخ، والآن أيضا ربما يكون في بعض البلدان أيضا فيه من الغرابة. وصار أيضا من يأمر بالاجتماع الكتاب والسنة ونبذ المقالات البدعية وغيرها من تلك البدع والشبهات كأنه أتى بدين جديد عندما تحذر، وهذا أيضا أصبح ظاهر أيضا في تلك الحسابات التي تحاول أن تشكك الناس في دينها، تجدهم عندما تبين لهم الاجتماع وتبين لهم العقيدة والرجوع للكتاب والسنة يبدأون يشككون ويرسلون تلك الرسائل التي تشكك، فيبدأون يشككون في أمر الدين، حتى وصل بهم الأمر أنه لا حاجة حتى للرجوع لا للكتاب ولا السنة، والرجوع إلى أفهام الناس. سبحان الله، الزمان يعيد نفسه كما حصل في عهد الشيخ، كان هذا مستغرب ربما كان من فترة، الآن أصبح هذا الأمر موجود. الآن هناك من يدعو إلى ترك الكتاب والسنة وأن يرجع الناس إلى أفهامهم فقط، نحن نستطيع، يقولون لا حاجة إلى العلم، لا حاجة إلى كتب العلماء، ولا حاجة يكفي كل عام كل شخص يستطيع أن يرجع بنفسه، ولا حاجة للعلم. وهذا ما دعت إليه تلك الجماعات أيضا كما كان في عهد الشيخ رحمه الله. المسألة الثانية التي أردت أن أذكرها في هذا الباب هو متعلقة أيضا بالمتعلقة بالاختلاف فيما يتعلق في فروع الدين، وهذه حصل عند انشغال كثير منهم في بسط الخلاف فيما يتعلق في أمور والأمور الفقهية، ثم يأتي ويستشهد بحديث ضعيف، اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث ضعيف ولا يصح هذا الحديث، ولا يصح أن يقال أن الاختلاف رحمة، بل الاختلاف هو شر. الواجب على الأمة أن تجتمع، والأصل الخلاف شر ونقمة، وليس
بسط مسائل الخلاف أن هذا نوع من أنواع الرحمة وهذا غير صحيح، أم أن يكون ذلك أيضا هذا الأمر هو ما يتعلق ببسط مثل هذه المسائل لعامة الناس، هذا في إشغال للناس وإشغال عنهم، وأيضا التشكيك في أمور دينهم، لأن هذه المسائل والتفريع عن هذه المسائل لا يستطيع أن يفهمها خاصة في المسائل الدقيقة. وبالمقابل صار عند بعض الجهال الأمر بالاجتماع في الدين، يقول المؤلف لا يقول به إلا زنديق أو مجنون، يصمونهم دائما يقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء مجسمة، هؤلاء كذا، يصمونهم بأبشع العبارات. هذا كان في عهد الشيخ محمد، وأيضا الآن يقولون ممن يأمر بالتوحيد والعقيدة هذا وهابي، يريدون أن يسيئون ويشوهون السمعة بهذه العبارة، مع أنها يفتخر بها المرء ممن يكون على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يأتي بشيء إلا من الكتاب ومن السنة. وهكذا تنقلب الموازين عند دعاة الضلالة كي يشعلوا نار الفتن، خاصة سواء في كما كان في زمن الشيخ رحمه الله أو في هذا الزمن في المجتمعات الإسلامية، وحتى يقومون بهذا الأمر من أجل أن يرفعوا منزلتهم عند عامة الناس. فهناك بسط في هذه المسائل وهي متعلقة سواء بالمسائل الفقهية وغيرها، والأخطر من ذلك هو ما يتعلق بأصول الدين. فنحن نجتمع على الكتاب وعلى السنة، وأيضا نحذر من الفرقة، ولا يمكن الاجتماع إلا على الأصل الأول الذي بيّنه الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. انتهى الأصل الثاني، وإن شاء الله غدا نكمل ما بقي من الأصول الستة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.